تشهد أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله وتقيم الصلاة وتؤتي الزكاة وتصوم رمضان وتحج حجا تشتغل له بأركانه. والإسلام أعم يشمل كل ما أمر الله به ورسوله وترك ما نهى الله عنه ورسوله، كما قال تعالى: إن الدين عند الله الإسلام. ولكن هذه أركانه، فالشيء يفسر بأركانه ويفسر بجميع أجزائه. وفيه عن أبي هريرة رضي الله عنه قال مرفوعا: المسلم من سلم المسلمون من لسانه ويده. هذا يدل على التعميم، والإسلام أعم، يعم الأركان وغير الأركان. فالمسلم حقا الذي أدى الأركان وأدى ما أوجب الله عليه وكف يده عن ظلم الناس وعن تعدي لحدود الله. نعم. وعن بهز بن حكيم عن أبيه عن جده أنه سأل رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم عن الإسلام فقال: أن تسلم قلبك لله، وأن تولي وجهك إلى الله، وأن تصلي الصلاة المكتوبة، وتؤدي الزكاة المفروضة. رواه أحمد.